هذا ماشي العيد زعما ديال المسلمين، ولكن الورد نقدروا نهديوه في أي وقت، في أي مناسبة، في أي عيد مثلا ديني ديالنا. ما باغ اكزومبل الأم ديالي نقدر نهدي لها بوكي د فلوغ في عيد الفطر، في مواد رمضان، شهر رمضان، وعيد الأم وعيد المرأة أوسي. بالنسبة لي عيد الحب ما موجودش، لا كاين واحد الحب اللي كنعترف به، هو حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب والدي وحب وليداتي وعائلتي. انا يا صراحه حنايا من ناحيه ك الاعتقاد ديالنا والدين ديالنا كمسلمين ما كنعترفوش بهذا العيد الحب. واش كنعرفوا الحب شنو هو؟ الحب كنعرفوا حب الله سبحانه وتعالى، الوالدين، الاصدقاء، الاحباب، الشعب، الملك نصره الله، شي حاجه اخرى ما تعرفوش بها. عيد الحب حنا عندنا ديما ملي كتدخل كتلقى الوالده ديالك في الدار، راه كاينه المعنى، راه عيد الحب هذاك. ايه ملي كندخل كنشوف كنهضر معاك، دابا انت كانسان انت كتخدم البلاد كانسان، انت انا عندي معاك عيد الحب، انا تنحبك، فهمتيني، الصديق ديالي دابا هو دايز تنحبو، الناس اللي غاديين مغاربه كاملين، العرب، الافارقه، المسلمين من الاولين بعدا، هذا هو عيد الحب عندنا حنا يوميا كل صباح، كل صباح. اما باش نحتفلوا به ونخصوا واحد النهار وداكشي، داكشي ماشي ديالنا، بعيد علينا كل بعد، حنا ديما كنتحبوا سبحان الله. كنحتفل بعيد الحب، عيد الحب ثلاث انواع، هذا الحب الله هذه من الدرجه الاولى، حب الوالدين من الدرجه الثانيه هذه لا غنى عنها، وكاين حب الرسول صلى الله عليه وسلم، والحب راك عارف اي واحد تيحب في هذه القيس الناس كيحبوه، فهمتي، كنحتفل به. شنو نعطيه كل شيء، اي حاجه ذاك الشخص اللي تنكون معاه اللي كان كيسال ديك الحاجه نعطيها ليه، ماشي مشكل، نعطيه الدم ديالي، الدم راه احمر، وعيد الحب اللون ديالو الشعار ديال اللون فبراير، دابا فبراير باش معروف، فبراير معروف بعيد الحب، واي حاجه شي حاجه عندها علاقه بالحب نعطيها، وريضه حمراء، نضيضرات حمرين، انت لابس الحمر، كل شيء حمر، الدنيا حمراء، كل شيء ديال الله، الميكرو حمر، طبيعة الحال عندي أي حاجة حمراء. اه تنحتفلوا. ما الإنسان اللي تنبغي. كتبغيها؟ كتبغيها؟ اه. شنو كتعطيها؟ تنعطيها أي حاجة طلبتها لي، ما عنديش مشكل. الورد، الشوكولات، الغداء. ضروري تنحب، ضروري من. تنقول لها تنحبك من القلب. ضروري. كاينة هي في المحمدية. كاينة في المحمدية. انا من الرباط. انا من الرباط، نصيفط لك هذه الرساله المحمديه، انا بغيك. عندهم اخويا الزوجه ديالي بالمناسبه عيد الحب، واخا انا شويه كبر منها في السن، حنا بيناتنا واحد الفرق ديال 15 عام تقريبا، ولكن هذا ما تيعكسش باش نقدموا لها حتى هي الحب ديالنا ونبينوا لها في هذا النهار اللي هو 14 فبراير. في فيفري باش حتى هي تحس بان راه هي من هذوك العشاق واللي داز اللي ما دوزاش هذيك الحاجه باش كانت هي مع دارهم. اللحظه دابا هي مجوجه وعندها جوج وليدات، حتى هي تتبغي تعكس ديك اللحظه ديال عيد الحب 14 فيفري. وشكرا.